تشاهدون في هذه الحلقة: أبناء تعز يشاركون العالم الإسلامي احتفالاته بعيد الأضحى المبارك، ويؤكدون ضرورة انتهاز المناسبة لتعزيز قيم الإخاء ووحدة الصف. حديقة جاردن سيتي ملهى للألعاب يفرح أطفال تعز، وقصة تحكي مراحل إعادة تطبيع الحياة شرق المدينة. باسم فيصل: حين تقهر الإرادة الإعاقة ويزرع الكفاح بسمة التخرج من الجامعة. أهلا بكم من جديد. مستهل حلقتنا استعراض سريع لأسبوع حافل بالفعاليات والمناشط داخل المدينة. نظم طلاب قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية جامعة تعز حفلاً بمناسبة تخرج الدفعة 18، وشهد الحفل الذي جاء تحت شعار عملتنا مسؤوليتنا العديد من الفقرات الخطابية والفنية والعروض المسرحية المعبرة عن فرحة الطلاب بالتخرج ونيل شهادة البكالوريوس. وفي قاعة 22 من مايو احتفلت كلية الآداب بتخرج الدفعة 21 من قسم الدراسات الإسلامية، وشهد الحفل الذي حضره القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب وأعضاء هيئة التدريس، شهد عروضا للعديد من الفقرات الفنية الهادفة التي عبرت عن فرحة الخريجين بهذه المناسبة، فيما أكدت كلمة الخريجين أهمية أن يمثل الطلاب جامعتهم من خلال تطبيق ما تعلموه في الواقع العملي وميدان العمل. مشاهدينا، احتفل أبناء تعز الأحد مع عموم أبناء اليمن والعالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يصادف العاشرة من ذي الحجة من كل عام، ويعتبر أبناء تعز الاحتفال بهذه المناسبة إحياء لشعيرة من شعائر الدين الإسلامي الحنيف وتجسيدا لقيم التسامح وتوطيد عرى الأخوة ونبذ الفرقة والعصبية. حالة من الإخاء والود والصفاء تسود الأجواء في تعز، ومع مثل هكذا مناسبة دينية ما إن ينتهي الجمع من تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك حتى يبدأ الأخوة بالمصافحة وتبادل الأحاديث الودية في أجواء يعمها مظاهر الفرحة والبهجة والسرور. العيد فرصة للتآخي، فرصة للتعارف، فرصة لإزالة الأحقاد، وأعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. للعيد في تعز طقوسه المستمدة من السنة النبوية وتعاليم المصطفى، حيث يشرع الرجال في زيارة الأقارب والأرحام وتقديم ما يعرف بالعيدية، وهي عبارة عن مبلغ مالي يرمز إلى اللحمة الأسرية وكنوع من التكافل والجبر بالخاطر. بالمقابل تقدم ربات البيوت للزائرين صنوفاً مختلفة من الكعك والشوكولا والمكسرات والمشروبات، ومن باب واجب وكرم الضيافة والاحتفاء في هذه المناسبة. اللي يقولوا وسلموا علينا يوم العيد للأهل والأطفال، الجيران كمان لما يجين الحريم كذا بالعصر، والصديقات قدم لهن الكعك حق العيد. ما فيش عيد بدون كعك. مظاهر العيد في تعز كثيرة، منها زيارة الأرحام، الذهاب إلى المنتزهات مع أطفالنا ورسم البسمة على وجوههم بعد أن انقطعت لفترة طويلة بسبب الحرب، وبدأت الحياة والحمد لله تعود إلى تعز بشكل طبيعي. نتمنى من الجميع أن لا ينسوا أخلاقهم وأخلاق المجتمع في العيد والذهاب إلى زيارة أرحامهم. العيدية للأطفال شيء يعتبر مميز وفرحة، فالعيدية ليست بقيمتها وإنما بما ترسمه من فرحة لأطفالنا.
تبدو مظاهر العيد من خلال الثياب الجديدة التي يحرص الجميع على ارتدائها، وتزيد الفرحة عند الأطفال بالظهور بأزيائهم الجذابة، إضافة إلى ممارساتهم الاحتفالات من خلال شرائهم للألعاب المختلفة. نذهب المنتزهات ونزور الأصدقاء، يعني والأعياد، يعني المنتزهات والحدائق، نلعب الألعاب. العيد نلبس ثياب جديدة، نلعب مع أصدقائنا، ناكل أكل طيب، نستقبل الأهل ونزور أصحابنا والأهل ونتمشي، نروح الحدائق والمنتزهات. ورغم استمرار الحصار والحرب على تعز للعام الخامس على التوالي، إلا أن أبناء المحافظة يحرصون على أن يعيشوا وأسرهم الفرحة الكاملة بعيد الأضحى المبارك، ملقين هموم الحرب والمعيشة خلف ظهورهم وإلى موعد مؤجل. ولنتعرف أكثر حول عمل المرافق العامة والسياحية بتعز في العيد وما تقدمه من خدمات للزوار، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مأمون المقطري، مدير منتزه التعاون السياحي بتعز. أهلا بك وكل عام وأنتم بألف خير. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. أولا لو تضعنا في طبيعة الأجواء داخل المنتزه في أيام العيد، خصوصا وأنه من الوجهات المفضلة لأبناء تعز لقضاء إجازة العيد. يمثل منتزه التعاون أحد المرافق التي يذهب إليها المواطنين أثناء فترة العيد، بما أنه يعتبر المتنزه الوحيد في المدينة، والمرافق الموجودة فيه كالمسبح والمسرح فالأجواء تكون دائما مزدحمة، هناك إقبال كبير على المنتزه، ونلاحظ دائما فرحة المواطنين بتواجد في المنتزه. طبعا تتحدث عن إقبال كبير، هل هناك خطة أو برنامج معين لتنظيم عمل المنتزه بحيث يتيح استيعاب أكبر قدر من الزوار، خصوصا وأن كثير من الأسر تقصد هذا المكان في المناسبات والإجازات؟ هناك في دراسات وضعت مع السلطة المحلية لتطوير المنشأة وتأهيل بقية المرافق، كالنادي الصحي والمطعم والمقهى وصالة التدريب الأخرى، وإن شاء الله السلطة المحلية توفي بوعودها. يعني هل هناك مثلا مؤشرات للتحرك في إطار هذا الأمر أم أنها وعود فقط؟ لا، هي في مؤشرات، وإن شاء الله نأمل بالسلطة المحلية أنها توفي بوعودها إن شاء الله، لأنه يمثل المنتزه الوحيد داخل تعز اللي هو منتزه حكومي. أيوة. ماذا عن الخدمات التي تقدمونها للزوار في المنتزه، وبما يعني يمكنهم من قضاء أوقات ممتعة في داخله؟ في الأصل في الدرجة الرئيسية المسبح، خصوصا لقطاع الشباب والأطفال، هذا في الفترة الصباحية. في الفترة المسائية تقصده الأسر للجلوس في المناطق في الحديقة زي ما تشوفين، وهناك طبعا في فعاليات، بتكون فعاليات مرافقة في أثناء فترة العيد، في احتفالات مع بالتنسيق مع مكتب الثقافة، هذه فترة العيد إن شاء الله بيكون بيحتضن يعني فعاليات، ربما سنشهد فعاليات خلال أيام العيد. أيوة. هناك بيكون عروض مسرحية إن شاء الله، واحتفالات العيد، مهرجان العيد إن شاء الله سيحتضنه المنتزه. جميل. المنتزه أيوة. أيضا كيف تتعاملون مع الازدحام الذي قد يحدث داخل المنتزه، خصوصا في ظل الحصار، كما ذكرت أنه المنتزه الوحيد داخل المدينة وهذا ربما قد يشكل ضغط عليه، كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ نستقبل الجميع، نحن نستقبل الجميع، والمكان يتسع للجميع، المكان ليس يعني مش بسيط، يعني مساحته مثلا نسبة يعني الازدحام اللي والله بالنسبة للمسبح يمتليه بشكل فوق الطاقة الاستيعابية كالمسبح، وبرضه الحديقة فوق الطاقة الاستيعابية، لكن هو بقية المنشآت برضه فترة العيد دائما ما يعني هل هناك مثلا خطة لتوسيع أو ربما لا هو في خطة برامج يعني ترفيهية أخرى؟ في خطة يعني هو في خطة تأهيل الملعب الرياضي تحويله إلى أكاديمية الأطفال، أكاديمية رياضة الأطفال، برضه في حديقة الألعاب اللي هي بتكون الألعاب العادية مش الكهربائية، كألعاب مراجيح وشغلة بسيطة يعني عشان استيعاب الأطفال باقي كذا،
الحديقة اللي كانت موجودة هنا يعني قبل الحرب طبعا، لماذا لم يتم إعادة يعني تفعيلها وتأهيلها؟ هذه حسب وعود السلطة المحلية. يعني هل طرحتم هذا الأمر مثلا على السلطة المحلية؟ الموضوع كدراسة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين خلال الفترات العادية وليس العيد فقط، وإن شاء الله خير إن شاء الله. المنتزه يعتبر مساحة خضراء تتوسط مدينة تعز، كيف يمكن لمرتاديه الاستمتاع أيضا والحفاظ على الأشجار والنباتات التي تعطي منظر يعني جمالي للمنتجع؟ مثلا هل هناك من قبلكم ممارسات قد يعني تخريبية للمنتزه لأشجاره أو كذا؟ عدم الوعي، عدم الوعي لدى بعض المواطنين، ليس كل المواطنين، أو تصرفات فردية بسيطة بعض الأحيان، يعني يطول على الشجر، بيكسر الشجرة، أو أثناء التصوير قدام أمام الشجرة أو كذا. في حدث الآن الحمد لله نحن اتفقنا مع الصندوق الاجتماعي وتم تأهيل المنتزه الحديقة بشكل كامل، والآن نحن في طور تشجير المنتزه بشكل كامل. ماذا عن طموحاتكم في إدارة النادي لجعل الخدمات التي تقدمونها للمرتادين أفضل وبما تمنحهم يعني مساحة واسعة للترفيه عن أنفسهم؟ التأهيل الكامل للمنتزه، التأهيل الكامل بجميع المرافق، ابتداء بالمطعم والمقهى وصالة التدريب الرياضية وصالة التدريب الإداري وصالة الأفراح. هذه الأماكن بحاجة إلى تأهيل. بحاجة إلى تأهيل كامل. نحن كما تعلمون الآن نحن نعتمد على المسرح اللي هي الصالة الرئيسية، صالة حمل عبد السعيد، والمسبح، وهذا هو اللي يقوم عليها النادي حاليا، هذا هو مصدر الدخل الوحيد الآن. هذا نحن الآن ما فرضناش مثلا رسوم دخول للحديقة لأنه الخدمات نقدمها مش بالشكل الذي يعني الآن هنا. أيوة هذه نقطة مهمة يعني. أيوة. الزوار يدخلوا مجانا. أيوة رسوم يدخل. ما عليهم رسوم الدخول والخالص لأنه المنشأة حكومية وخدمية في الأساس، ليس استثمارية بشكل كبير أو بشكل قاطع. إذن جميل، هل لك يا أستاذ مأمون كلمة يعني في ختام هذا اللقاء و بهذه المناسبة العيدية ربما توجهها للزوار الذين سيحتضنهم هذا المكان يعني خلال أيام العيد؟ نتمنى لهم قضاء عيد سعيد في المنتزه إن شاء الله. وكمان أوجه رسالة للسلطة المحلية النظر للمنتزه كمكان ترفيهي يقصده الزوار أثناء العيد وما بعد العيد وفي الأيام العادية وفي الإجازات، فأتمنى لهم تأهيل المنتزه حتى نحن الآن نعيش في ظروف حرب وحصار. صحيح. والإنسان والمواطن في تعز يعاني كثير من الحصار، فهذا المتنزه الوحيد الذي يسمح لهم نوع من الفرح التنفيس. نعم. هذا الذي نوده، بس نتمنى من السلطة المحلية أنها تنظر لنا إحنا. هي رسالة يعني للسلطة المحلية. نعم. إذن الأستاذ مأمون المقطري مدير منتزه التعاون السياحي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا وعيد مبارك. شكرا. مرحبا بكم من جديد. تحرص الأسر في تعز على قضاء إجازة العيد في المتنزهات الطبيعية والملاهي العامة، وتعد حديقة جاردن سيتي في ظل تواصل الحرب على تعز المكان الوحيد الذي يجد فيه أطفال المدينة مبتغاهم لإفراغ طاقتهم وإشباع نهمهم من خلال ممارسة الألعاب المختلفة. نتابع. تمثل حديقة جاردن سيتي بتعز أحد أهم المتنفسات والواجهات السياحية التي تستقطب آلاف الزوار الباحثين عن المتعة والتسلية والترفيه داخل المدينة. تأسست الحديقة مطلع العام 2007 كمشروع ترفيهي استثماري في منطقة حيوية شرق مدينة تعز، وظلت منذ ذلك الحين مقصداً لعشاق المتعة والتسلية مع الألعاب المختلفة. حديقة جاردن سيتي تأسست في تاريخ 29/3/2007. كانت يعني تعتبر حديقة جاردن سيتي الحديقة الأولى الوحيدة وسط المدينة.
عملنا تحت شعار خدمات سياحية أسعار عادية. تتميز الحديقة بموقعها الجغرافي والحيوي الهام، حيث يحيط بها الكثير من المؤسسات والمقرات الحكومية الهامة، ويوجد بجوارها مبنى المتحف الوطني ومبنى إدارة شرطة المحافظة وملعب الشهداء والبريد العام ومرافق عامة كبيرة ومهمة. وعلى الرغم من مساحتها المتواضعة، إلا أن هذه الحديقة تلعب دوراً مهماً في توفير الأجواء المناسبة للذين يقصدونها من سكان تعز وزوار المدينة. وتضم جاردن سيتي 17 آلة ترفيهية تحقق المتعة الكاملة لمرتاديها من فئة الأطفال والكبار ذكوراً وإناثاً. لدينا الآن 15 لعبة داخل الحديقة، 17 لعبة، منها لعبة القوارب ولعبة الطائرات ولعبة الهليكوبتر ولعبة 5D سينما ولعبة الطبق الطائر ولعبة العاصفة ولعبة الأسطورة. هذه لعبة الأسطورة تعتبر الوحيدة على مستوى الجمهورية اليمنية. لنا سينما نخرج، خرجنا يعني نشوف الوضع، نشوف نتنزه كمان، ترفيه يعني، نغير يعني الجو اللي احنا فيه به. والله نلعب الأولاد ونحسسهم فرحة العيد بعد ما انقطع الحدائق الذي في الحوبان، وهذا جينا نلعبهم هنا. نلعب السينما، الأسطورة، الكمباز، السيارات، الحصانات. إلى جانب الألعاب، تتوافر في الحديقة ملحقات تغنى بخدمة الزوار الذين يكثرون في الأعياد والمناسبات، ومنها على سبيل المثال مطعم وكافتيريا ودورات مياه وغيرها. ومثل إعادة افتتاح الحديقة الذي تضررت بفعل الحرب على تعز، مثلت خطوة مهمة على طريق إعادة تطبيع الحياة في المدينة. كانت حديقة جاردن سيتي هي الأولى التي عملت بهذا القرار، وفتحنا أبواب الحديقة في تاريخ 10/5/2018. يؤكد القائمون على هذا المشروع أن الحديقة استطاعت الإسهام بفاعلية في خدمة قضايا المجتمع، وفي مقدمتها احتضانها برامج للدعم النفسي وتخفيف الضغط الناتج عن الحرب من خلال تقديم خدمات الألعاب والترفيه مجاناً لأسر الشهداء والمتضررين والمصابين بالسرطان وغيرهم. منحت أبناء تعز شهرين الدخول المجاني لداخل الحديقة، يعني اعطينا شهرين الدخول المجاني، وهذا كله ليش؟ لتخفيف الضغط ضغط الحرب النفسي لابناء تعز بان يكون الدخول مجانا للحديقه لتعويض. وعملنا يعني برامج دعم نفسي. ورغم ما تقدمه جاردن سيتي، الا ان تعز بحاجه الى مشاريع ترفيهيه ومتنزهات تعمل في تحقيق المتعه والتسليه وتخفيف الضغط الحاصل على هذه الحديقة التي تعتبر حالياً الوحيدة داخل مدينة تعز في ظل تواصل حصار وحرب ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز. هل كل من يجلس على كرسي الإعاقة هو معاق؟ نعم، قد يكون مقعدا حركيا لكنه ليس معاقا ذهنيا، والقصة التالية لطالب في جامعة تعز هي من ستؤكد لنا ذلك، وستجعلنا نعرف كيف تتجاوز الإرادة عراقيل الإعاقة وصولا إلى الطموح المنشود. ما فارق كرسيه ولا أقلت عثرته حين ارتقى وتحفه عناية زملائه إلى المنصة جنبا إلى جنب مع زملائه الخريجين من الدفعة 21 قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة تعز. ومع ذلك كان على ما يبدو أكثرهم فرحا وأقربهم منزلة إلى قلوب الجميع، طالما وكانت له شهادتان، الأولى حين منحته الجامعة البكالوريوس، والثانية وقد انتصر على عثرته بقوة إرادته وطموحه الذي يطاول عنان السماء. والله كان حالة توصف الصراحة، شعور جميل دام 4 سنوات
وها أنا الآن أحصد ثمار جهدي وتعبي. كثر هم الخريجون الذين يجعلون هذا اليوم مناسبة فرائحية كتتويج لجهود 4 سنوات من التحصيل العلمي، غير أنها عند الطالب باسم تتجاوز الأمر من كونها مجرد مناسبة إلى حتمية انتصار الإرادة التي لا تعرف ولا تعترف بحدود كرسي يحسبه الناس مقعدا دائم ويعتبره هو مجرد وسيلة. أكيد في معاناة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى استطعت أن أتغلب عليه واستطعت أن أصل إلى ما أنا اليوم. هؤلاء تشوفنا بفرحتي وفرح الحفل اليوم أنسانا كل التعب الذي مريت به. عند القادرين على الحركة تعتبر شهادة التخرج كرت عبور للواقع العملي والتطبيق في الميدان، لكنها عند باسم وهو واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمثابة إرادة وتحقيق أولى الدرجات في سلم الطموح. طموحاتي طبعا يعني أنا وصل الماجستير، هذا إن شاء الله إذا حصلت على دعم الماجستير ثم الدكتوراه إن شاء الله. حظي باسم بتقدير زملائه في الدراسة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية والذين وصفوه بأنه جذوة لم ولن تنطفئ. كان من أكثر الطلاب تفاعلاً وتواصلاً واجتهاداً، حيث أنه كان يتابع الدروس أول بأول، وصراحةً يعتبر هو القائد الأول داخل الدفعة هذه، كون أنه تحدى إعاقته ووصل إلى ما وصل إليه اليوم رغم كل الظروف. طالب باسم من الطلاب المتميزين والمجتهدين، ولم تمنعه إعاقته عن مواصلة دراسته وعن تفوقه، حقا يعد من الطلاب الذين النوابغ. وتعتبر هذه الصورة للمقعد باسم واحدة من تلك التي تمثل إشراقة رغم ما يعتري تعزو الوطن من حرب وأوجاع. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. عيد سعيد للجميع في يمن معافى ومستقر، ودمتم في أمان الله. مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته.